سلم سلم سلم. انا قلت طالما ما بترديش علي اجيلك. ايه ده عبد البر؟ مالك يا سلمى؟ اتخضيتك دي ليه زي ما يكون شفت عفريت ولا حاجه؟ هو انا عفريت يا سلمى؟ لا ابدا، بس هي مش غريبه شويتين؟ جيت للحق، غريبه شويتين هو اللي عملتيه معاي. ليه بقى؟ عملت ايه ان شاء الله سلمى؟ انت ايه؟ انا قلقان يا فندم. هو انت مش اخوكي قال لك ان اتقدمت لك ولا ايه؟ واظن الرد وصلك. وعشان اجدنا هنا دلوقتي؟ مالك يا سلمى؟ عمالة تتلفتي يمين وشمال زي ما يكون عليكم راكبك دي ليه؟ يا اخي قول لي عايز ايه بقى وخلصني. انت كل اللي انا عاوزه. يا عبد البر مش ممكن، انت بجد كلامك ده بيضحكني جدا. يعني ايه عاوزني؟ يعني احنا هنهزر؟ الحب والغرام ما فيهوش هزار يا سلمى. ليه انت بتقوله ده؟ انا بحبك يا سلمى، بحبك بكل جوارحي، بحبك بجنون، عاوزه اتجوزك، عايزه ابني معاك اسره جديده، اسره سعيده. يا عبد البر انا يعني انت ايه؟ بتسخري مني ولا ايه يا سلمى؟ لا يا عبد البر مش بسخر منك، وانت عارف كويس قوي ان انا بعزك وبحترمك. عشانك دي مش عايزه تتجوزيني. يا اخي ما هو مش معنى ان انا بعزك وبحترمك يبقى ممكن اتجوزك. الحب بيجي بعد الجواز يا سلمى. حب ايه اللي بيجي بعد عبد البر اسمح لي ده كلام فارغ، معلش ما تزعلش مني. يعني ممكن اسالك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحه؟ اتفضل ارجوك. انت في حد في حياتك؟ ربك سبحانه وتعالى هو اللي يجاوبني على سؤالي، بس اعتقد مش من الادب والاخلاق انك ترجع لخطيبك الاولاني من غير علم اهلك. من اذنك يا سلمى. وايه اللي جاب عبد البر ده هنا؟ انت ايه يا اخي اللي جابك؟ انا مش قلت لك ما تعديش عليا؟